كذلك في الحديث دلالة على ما عقد له الباب، وهو ندب افتتاح الغسل بالوضوء، وذلك على وجه الندب فقط. أما إذا ضاق الحال على الإنسان فانغمس في بركة أو في نهر أو نحو ذلك، فإن رفع الجنابة يحصل بذلك، والغسل متأت بذلك. وهذا في الراكد، أما الجاري هذا أقصد في الجاري، أما في الراكد ففيه خلاف قد سبقت الإشارة إليه، وهو خلاف عند الحنابلة هل يشترط أن يمر بالمنغمس 4 جريات حتى يتحقق له الوضوء، وتكفيه جرية واحدة حتى يتحقق له الغسل، لأن فرائض الوضوء 4: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. أما الغسل ففرضه تعميم غسل الجسد كله، فيكفي فيه مجرد الانغماس. وقد ذكرت لكم من قبل أن هذه هي القاعدة الأولى في قواعد ابن رجب الحنبلي، وهي هل الراكد كالجاري، وأن لها 4 فروع. الفرع الأول هل يتعدد، هل يكفي في غسلات الإناء الذي ولغ فيه الكلب أن يعرضه الإنسان للماء الراكد، أن يغمسه الماء الراكد، أو لا بد أن يغرف به 7 غرفات؟ فإذا قلنا هو كالجاري فيكفي أن يمر عليه 7 جريات ولا حرج فيما بقي، وكذلك في الانغماس، وكذلك في يسير النجاسة إذا وقع في الجاري ومر به جريات فليس مثل الراكد الذي سبق بيان ذلك فيه، وكذلك من حلف لا شرب من هذا الماء، فإن كان جاريا فمرت تلك الجرية فشرب مما سواها فهل يحنث بذلك أم لا، بخلاف ما لو حلف على الراكد فإنه يحنث مطلقا. وهذه الفروع هي فروع هذه القاعدة 4، وقد كنت نظمتها في تقييدات قواعد ابن رجب، فيها الجاري هل كراكد في النجس غسل الإناء والغ منغمس، هذه القواعد 4، أقصد الفروع 4 في بيت واحد. الجاري هل كراكد، هذه القاعدة، في النجس في اعتبار ما يقع فيه من النجس اليسير الذي لا يغيره، غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، حالف أو حانث وهو إذا حلف لا شرب من هذا الماء، منغمس إذا انغمس فيه فمر عليه 4 جريات هل يكفيه ذلك في الوضوء. فلذلك إذا انغمس الإنسان فقد تحقق له الواجب، وهو تعميم غسل بدنه لرفع الجنابة، وهذا طبعا مع النية.